بارك الله عليكم الخوت، نهار كبير هذا. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. دائما كنحاول نقدم لكم الجديد مع عبد اللطيف القنوري. الان حنا كنتواجدوا في قريه فزوان، القريه السياحيه، مع با سي عبد القادر. تحياتي لك اخويا، الله يحفظك. نهار كبير هذا، احلى سي عبد القادر. والله الا برافو عليك، ما كان غير الرشان وما كان غير البيو. الله يلا الخير موجود، تبارك الله. عبد اللطيف خويا، عبد القادر تبارك الله. الله يبارك فيك اخويا عبد اللطيف، مرحبا. الله يحفظك. واش هذاك الشيء اللي عندك تما؟ هذاك الشيء خويا، هذا فجل. واش يديروا به هذاك الشيء؟ هذا كياكلوا ياكلوا سلطه. يا شوف، تحياتي الاخوان المتتبعين عبد اللطيف القنوري من طنجه للقويره وداخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن، وكنشكركم بزاف على التتبع ديالكم. وحنا كنتواجدوا الان في هذه القريه الجميله، قريه فزوان. وكان ما نجيلهاش انايا ما نكونش مزيان، يعني طبيعه الحال هذه القريه هذه زوينه والناس ديالها كرامه وطيبين. ومعنا السي عبد القادر الان اللي راه تبارك الله قايم. مرحبا خويا، مرحبا. كيجيب منتوجات طبيعيه بطبيعه الحال، وكل شيء هذا الشيء بيو طبيعي والاثمنه جد مناسبه. يعني كما نقول حنايا ب 4 دراهم تدي، 5 دراهم تدي، ما عندكش تدي. كلش ياكل، اللي ما عندوش اللي عنده. شوف تبارك الله النعناع، هذه بشحال اخويا عبد القادر؟ هذيك 5 دراهم 4 دراهم تدي، كل اللي ما عندك. تبارك الله الخير موجود، اللهم بارك. يعني وقريه فزوان اللي معروفه بالخير تبارك الله. هالفول هاي باون، ها هالفول، هالسميتو، هذا الكرافس ياك سي عبد القادر. الكرافس هذاك، وادي الحريره، هذاك جوا ديال الحريره. رمضان قريب، كلشي موجود، كلشي موجود. غير وعندنا مرحبا. الله يحفظك اخويا عبد اللطيف، الله يحفظك. ما الطواجن، انتم تشوفوا تبارك الله الطواجن، اللهم بارك. السلام عليكم، تبارك الله عليك اخويا. هادشي شيه يا اخويا، الله يعطيك الصحه اخويا. والله برافو عليك، بلادنا فيها الخير تبارك الله، اللهم بارك. تبارك الله عليكم، كلشي بخير. ها انتم تشوفوا الطواجن تبارك الله في زوان. واه بسم الله، شحال ديال الكيلو هذا؟ 120 درهم الكيلو. تبارك الله، انتم تشوفوا هاد الخير كامل في قرية فزوان، اللهم بارك. تبارك الله، انتم تشوفوا الشحمة، اللهم بارك. الله 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 الله، الكبدة الكبدة، تبارك الله. الزاوية هنا، الله يبارك، اللهم بارك. تبارك الله، انتم تشوفوا. سميتي تحياتي لك اخويا، الله يعطيك الخير. شوفوا لك الطواجن، واحد واحد نشوفوا. الله الله، ايوا انتم تشوفوا هذا الخير تبارك الله. شحال الثمن ديالو هذا؟ 70 درهم. 70 درهم تبارك الله. الله يحفظك اخويا، شكرا. الله يعطيك الخير، شكرا. الله يحفظك. هذا باش هذا اخويا. انتم تشوفوا هذا الخير كامل في قريه فزوان. الله هذا الشيء راه معطى فزوان، معروفه بالببوش. انتم تشوفوا، اللهم بارك. حل حل، شوفوا الببوش تبارك الله. هانتوما بسم الله على بركة الله. اوه هادشي كيشي يا خويا، شحال فيه بعشبة؟ شحال؟ 99 عشبة. لا 99 عشبة، اللهم بارك، اللهم بارك. بسم الله، بسم الله على بركة الله. 99 عشبة. الله 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 الله. عشبة و 300 الملحة، 100 فيوز، زعتر، صعيطرة، ناموسة، حلاوان، نافع، البسباس، عرق السوس، الطور ديال الجيب، البوزة، راس الحانوت. الله 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 الله، جميع انواع ديال الله اكبر. الله الله يعطيك الصحة، الله يحفظك، الله يعطيك الخير. مرحبا بكم، الله ديال البرد. مرحبا بكم في قرية فزوان، ها انتم تشوفوا. مرحبا بكم عند بلال. سي بلال، ها انتم تشوفوا. بلال يرحب بكم. الله يحفظك. بارك الله فيك سي بلال، شكرا. ها انتم تشوفوا قرية فزوان. الله، 100 عشبة ياك؟ 100 عشبة. 100 عشبة، الله يحفظك. هذه هي أجواء ديال فزوان. مرحبا بكم في فزوان، ها انتم تشوفوا البيض البلدي تبارك الله، ها انتم العشوب. أسيدي مرحبا بالجميع. والببوش، ها العسل، أملو، كل شيء موجود تبارك الله، الخير موجود. ها الدجاج البلدي يا وليدي.
حمد في زوان فيها كل شيء تبارك الله. انتم تشوفوا العشوب على من ما دورت كاين الخير تبارك الله. البيض راه واصل لجوج دراهم ونص بصح البلدي شي حاجه تبارك الله ديال المعقول. ها انتم تشوفوا جوج دراهم ونص. ها انتم ها النبق ها الكرموس الشريحه. ها انتم تشوفوا دول البرد تبارك الله. العشاق ديال الببوش دخل الخير تبارك الله في قرية فزوان. اللهم بارك. الساردين شحال ديال الشواية؟ 15 درهم. وشفنا حتى الطواجن بشحال ديال الطاجين؟ كاين 7000 كاين 40. هذا بشحال؟ 70 درهم. اللهم بارك. وهذا الصغير 40 درهم. تبارك الله راه شهي اخويا، راه تشهي فينا. اسيدي مرحبا بكم في زوان. هذا الشيء كامل راه كاين في قرية في زوان تبارك الله. انتم تشوفوا الله يعطيك الخير اخويا، شكرا بزاف. الله يعطيك. اذا هذه هي الاجواء ديال قرية في زوان. ها انتم تشوفوا تبارك الله التمرصات. عندنا الخبيزة، عشاق الخبيزة يبانوا هنايا. ها هي جديدة تبارك الله كما كتشوفوا. شحال دير الوحدة؟ جوج دراهم ونص. السكوم عاود شحال يدير؟ 10 دراهم الربطة. ها نشوفوا. ها هو العشاق ديال السكوم يبانوا هنا في لي كومونتير. ها انتم تشوفوا جديد داك الشيء طري تبارك الله. وما نساوش النعناع، النعناع ديال منطقة في زوان تبارك الله. انتم تشوفوا شي حاجة اللي طرية وجديدة. هذا الخير كامل في قرية في زوان. مرحبا بكم في قرية في زوان اللي ما كتبعدش بزاف على مدينة بركان بواحد 10 ديال الكيلومترات. انتم تشوفوا كما كتشوفوا هاد البلاصة، هادي الزرع بدا يصفر فيها، ولكن بعد هاد التساقطات المطرية غادي يشد راسو مزيان ان شاء الله. كما كتشوفوا هاد البلاصة سبحان الله العظيم، سبحان الله مبدل الأحوال. شوفوا هاد البلاصة هادي شد راسها شوية، هذيك البلاصة شوف الزرع بدا يصفر سبحان الله. حتى في الأرض كاين اختلاف سبحان الله العظيم. كاين البلاصة اللي شد راسها، كاين البلاصة اللي على حسب التربة. هاد التربة هادي شد راسها شوية، واخا كاين شوية جفاف كتشد راسها، هذيك التربة العكس.